وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن من الأشياء التي تعكر على الإنسان صفوه وتنقص عليه عيشه وتقعده عن العمل وتضعف ثقته في الله جل وعلا سيطرة اليأس والإحباط، أن يسيطر اليأس والإحباط على الشخص ويضعف في نفسه الأمل والتفاؤل وحسن الظن بالله والثقة بموعود الله جل وعلا، حتى إن بعض الناس لربما يطرق باب الرزق وباب الوظيفة حيناً وحيناً، فإذا لم يتيسر له ذلك سيطر عليه اليأس والإحباط، ولربما بدأ يفكر في سلوك أي سبيل للرزق ولو كان حراماً. بعض الناس بعد أن يطرق باب الشفاء مدة من الزمن إن لم يتيسر له ذلك لربما سيطر عليه اليأس والإحباط، فيفكر في طلب العلاج ولو كان عن طريق محرم، ولو بالذهاب إلى المشعوذين والدجلة والسحرة. بعض الناس حينما ينظر في حال الأمة الآن وفي حال ضعفها وهوانها وعجزها عن تحرير المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعض الناس حينما يتأمل بهذا الواقع وفي قوة اليهود لربما أصيب باليأس والإحباط وفقد الأمل في النصر، حتى لربما عجز عن مجرد الدعاء. وهكذا قد يدب اليأس والإحباط في نفوس كثير من الناس من خلال مشاكل يمر بها، من خلال محن ومصائب، من خلال ظروف معيشية، من خلال واقع الأمة وتسلط الأعداء، ولكن الله جل وعلا ينهانا عن اليأس، يحذرنا من الإحباط، يأمرنا بالتفاؤل، يأمرنا أن نؤمل في الله خيراً، يأمرنا أن نتذكر أن معنا ركن شديد ورب قدير لا يعجزه شيء، جميع الخلق نواصيهم بيده جل جلاله، قادر أن يفعل ما يريد، ولكنه قد يؤخر ما نؤمل لحكم يعلمها. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولذلك يقول الله جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام مع أبيه: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من رحمة الله، مهما كانت الظروف، مهما كانت المحن، مهما كان الواقع، فالله تعالى على كل شيء قدير وعلى تغيير الواقع قادر سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وجود مشركين كارهين للإسلام، معادين له، محاربين له بشتى الوسائل،
هذا أمر سيظل موجوداً إلى قيام الساعة، فلا نستغرب من كيد الأعداء وتآمرهم وبطشهم، ولكن الله جل وعلا مع ذلك يبشرنا بأن هذا الدين سيظهر عليهم مهما مكروا، مهما كادوا، مهما دبروا، مهما انتفخ باطلهم أحياناً، فالعاقبة لهذا الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الرسول عليه الصلاة والسلام ينهانا عن اليأس، يأمرنا بالتفاؤل، كان دائما يغرس في نفوس الناس التفاؤل حتى في أوقات الضيق والمحن والكرب. حين كانوا في مكة المكرمة أصحابه يعانون الحصار ويعانون التعذيب ويعانون التضييق، حين يأتون إليه يشكون حالهم يقول عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ويحصل ما بشر به رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم الخندق حين جاء المشركون وأحاطوا بالمدينة. كان الناس في أمر شديد، اليهود من الداخل نقضوا العهد، والمشركون من الخارج يحيطون بالمدينة. كان البرد شديدا، كان الخوف شديدا، كان الجوع شديدا، حتى قال الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك وفي هذه الظروف الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث في نفوسهم الأمل، يبشرهم بفتح بلاد اليمن وفتح بلاد فارس وفتح بلاد الروم، حتى صار المنافقون يستهزئون يقولون: أحدنا لا يأمن أن يذهب لقضاء الحاجة ومحمد عليه الصلاة والسلام يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر نحو ذلك؟ ويأتي النصر من الله، ويرسل الله الريح التي تجلي هؤلاء المشركين، ويتحقق ما بشر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتحت هذه البلاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام حتى إذا زار مريضاً يبعث في نفسه الأمل والتفاؤل، يقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. يبشرنا عليه الصلاة والسلام بأن هذا الدين ليبلغن ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا حجر إلا أدخله الله فيه بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كان يبعث في نفوس الناس الأمل والتفاؤل مهما كانت الظروف. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، ما ينبغي أن نيأس، ما ينبغي أن نصاب بالإحباط نظرا لهذا الواقع وما فيه من أمور، بل ينبغي أن نتفائل وأن نؤمل في الله خيرا، وأن نتذكر أن الدنيا متقلبة وأن لا تدوم على حال، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. دوام الحال من المحال، الضيق لا يستمر، العسر لن يستمر، قوة الأعداء لن تستمر، انهزامنا لن يستمر، سيتغير الحال بإذن الله جل وعلا، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. علينا أن نتذكر أن الله تعالى لطيف بنا، كما قال جل وعلا: الله لطيف بعباده. الله تعالى حفظنا ونحن أطفال في أرحام أمهاتنا، حفظك الله تعالى ورعاك وأنت طفل صغير
أيضيعك الله جل وعلا بعد أن تكبر؟ إن استمسكت بالله تعالى ولجأت إليه لن يضيعك. ولذلك يقول الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله تعالى: لا يقلق من كان له أب، فكيف يقلق من كان له رب؟ الطفل بين يدي أبيه يكون مطمئناً لأنه يعلم أن والده سيحميه، فكيف بالمؤمن مع ربه جل جلاله والله تعالى هو القوي الشديد؟ فعلينا أن نقوي صلتنا بالله جل وعلا، وأن نتذكر أن الله تعالى لطيف بنا سبحانه. علينا أن نتذكر أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء عن شيء. الله جل وعلا قادر أن يحقق لنا ما نؤمل، قادر أن يدفع عنا ما نكره سبحانه وتعالى. فقط علينا بالصبر الجميل والدعاء المتواصل لله جل وعلا مع تحسين العلاقة مع الله. الله تعالى لا يعجزه شيء. أين فرعون؟ أين عاد؟ أين قارون؟ أين بلاد الدولة الفرس، دولة الروم، غيرها؟ أين الجبابرة والطغاة في القديم والحديث ممن كانوا لا يجرأ أحد أن يقف أمامهم ويعترض عليهم؟ أين هم؟ بالمقابل تأمل كيف أخرج الله تعالى يونس عليه السلام من بطن الحوت، كيف نجى الله تعالى إبراهيم عليه السلام من النار ليس معه نصير، كيف نجى الله تعالى يوسف عليه السلام من بطن البير، كيف برأه الله جل وعلا من التهمة التي ألصقت به. الله تعالى على كل شيء قدير. علينا نتأمل في التاريخ فإنه كتاب مفتوح، علينا أن نتأمل في واقعنا في حياتنا، نرى كثيرا من جوانب لطف الله، كثيرا من آثار قدرة الله جل وعلا. الصحابة رضي الله عنهم في مكة المكرمة حوصروا لثلاث سنوات حتى أكلوا ورق الشجر وأكلوا الجلود، لكن ذلك الحال لم يدم، غير الله ذلك الحال حتى إنهم مرت بهم أوقات صار لبعضهم الأموال بالألوف وحفرت تركة بعضهم بالفؤوس. مرت بالمسلمين في زمان رسول الله عليه السلام أحوال وكرب. في يوم بدر كانوا 318 في وجه 1000 من المشركين، والقوة غير متكافية، ومع ذلك أيدهم الله تعالى بالملائكة وهزم الله المشركين شر هزيمة، وسمى ذلك اليوم بيوم الفرقان. في عهد التتر ذاك الجيش الذي ما تعرض له جيش إلا هزم، دخلوا بلاد العراق وأسقطوا الخلافة العباسية واستولوا على العراق كلها، ثم زحفوا على بلاد الشام فاستولوا عليها كلها، ثم زحفوا حتى وصلوا إلى فلسطين في طريقهم إلى مصر والحجاز. وصارت المقولة عنهم تقول بأن جيش التتر لا يغلب. لما اقتربوا من مصر أرسلوا إلى قطز عليه رحمة الله تعالى يخيرونه بين الاستسلام أو السحق، فاستجار معه، فبعضهم أشاروا عليه بالاستسلام وبعضهم أشاروا عليه بالثبات، فاختار طريق الثبات وتوكل على الله جل وعلا وأعلن الجهاد وأمر العلماء يذكروا الناس بالله وبنصرة دين الله جل وعلا، فنصره الله تعالى على التتر. بل كانت تلك بداية نهاية التتر ولم تقم لهم بعدها قائمة. الله تعالى على كل شيء قدير، ولذلك المؤمن لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله ومن نصر الله جل وعلا مهما كان الحال. ثم إن النصر ليس فقط هو النصر المادي، بل إن الثبات على المبادئ من النصر، من النصر أن تثبت على مبادئك، أن تنتصر المبادئ من النصر أن تلقى الله تعالى وأنت ثابت على المنهج، وأنت ثابت على الطريق، وأنت
تلقى الله تعالى على الصواب، أن يلقى الواحد ربه وهو على المنهج الصحيح غير مبدل ولا مفرط، ما يضره ذلك. من يلقى الله تعالى وهو نظيف سليم العلاقة مع الله تعالى سيكون سعيدا بلقاء الله. أما من تأتيه منيته وهو معوج عن منهج الله فتلك عاقبتها الحسرة والندامة، ولكن حين لا ينفع الندم. لذلك المهم أن يلقى المسلم ربه وهو على الصواب، ولا يضر بعد ذلك في أي حالة كان. ولذلك علينا أن لا نيأس وأن نتذكر قدرة الله جل وعلا، كما أنه على الإنسان أن يكون كالصخرة الصماء التي تتهشم عليها سهام اليأس والإحباط لا نيأس، وكما أن الإنسان لا ييأس فعلينا ألا نزرع في نفوس الناس اليأس والإحباط. لا تكن مثبطاً، لا تكن مخذلاً، بل كن دائماً باعثاً للأمل والتفاؤل. لو زرت مريضاً بشره بالشفاء وحسن الظن بالله، لا تبشره بعدم الشفاء، فالشفاء بيد الله جل وعلا. وإذا مرضت فهو يشفيني. أحد الشباب من المصلين في هذا المسجد أصيب والده بالسرطان، سرطان القولون تقريبا، فصارت الأسرة تتضرع إلى الله تعالى بالدعاء في الليل والنهار، ويطلبون الدعاء ممن يظنون فيه الصلاح. بعد عام أو يزيد ذهبوا لإجراء الفحوصات المعتادة، فكانت النتيجة سلامة أبيهم من داء السرطان، وأعادوا الفحص عدة مرات فكانت النتيجة كما هي. شفاه الله جل وعلا من هذا الداء الذي لا يعلم له دواء في واقع الناس، ولكن الله تعالى على كل شيء قدير. لو أن الواحد وجد من يطلب الذرية الصالحة لا تبعث فيه اليأس والإحباط، ابعث فيه الأمل، فالله تعالى على كل شيء قدير. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. في واقع الأمة الآن لا نبعث في نفوس الناس اليأس والإحباط، بل نبعث في نفوسهم الأمل والتفاؤل بنصر الله جل وعلا، وأن اليهود لا بقاء لهم، وأنهم سيزولون، وأن الأمة ستنتصر بإذن الله جل وعلا، ومهما طال ذلك فعسى أن يكون قريبا. هكذا ينبغي أن نتفاؤل وأن نبعث في نفوس الناس الأمل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأبرار، وعلى كل من دعا بدعوته واهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن التفاؤل وعدم اليأس والإحباط لا يعني أن نتكل وأن نترك الأخذ بالأسباب وأن نترك العمل، بل إن المؤمن يتفاءل ولا يستجيب لليأس والإحباط ويكون ثابتاً في وجوه أسباب اليأس، لكنه يعمل ويسعى إلى أسباب طرد اليأس وإلى أسباب تحقيق الآمال، تحقيق عز الأمة. علينا أن ننصر الله جل وعلا بإصلاح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، فإننا إن نصرنا الله نصرنا الله جل وعلا، كما قال سبحانه: إن تنصروا الله
ينصركم ويثبت أقدامكم. علينا أن نحفظ الله جل وعلا بحفظ دينه وإقامة شرعه جل وعلا، فإننا إن حفظنا الله حفظنا الله تعالى من كل مكروه، وصرف عنا كيد الأعادي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. علينا أن نحسن الظن بالله جل وعلا مهما كانت الأحوال، فإن العبد إذا أحسن الظن بالله كان الله جل وعلا عند ظنه، لأنه جل وعلا قال: أنا عند ظن عبدي بي. علينا أن ندعو الله جل وعلا وأن نتضرع له بالليل والنهار، ولا نيأس من الإجابة مهما طال الانتظار، لا نيأس، فقد تأتي الإجابة ولو بعد حين. لا نترك الدعاء لنصرة الأقصى، والدعاء لنصرة إخواننا المرابطين هناك، والدعاء على اليهود، وسؤال الله تعالى بإهلاكهم. لا ننسى ذلك، لا يكون حالنا فقط أن نؤمن خلف دعاء الأئمة في المساجد، بل علينا أن ندعو لهم في صلواتنا وفي سجودنا وفي سائر أوقاتنا، ونثق بموعود الله تعالى بإجابة من دعاه. والأمة كلها لا تخلو من عبد مستجاب الدعوة. علينا أن نذكر الله، فإننا إن ذكرنا الله جل وعلا رزقنا الطمأنينة التي لا يبقى معها في القلوب يأس ولا إحباط ولا شك ولا ريب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن ذكرنا الله ذكرنا الله تعالى، وإن ذكرنا الله تعالى أعاننا على عدونا ووقانا مما نكره. فاذكروني أذكركم. علينا معاشر المؤمنين أن نسعى إلى جمع الكلمة ووحدة صفنا ونبذ الفرقة والخلاف، كما قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. علينا أن نتذكر ماضينا، أن نتذكر تاريخ هذه الأمة، أن نتذكر رجالا من هذه الأمة، بشرا ليسوا بملائكة ولا من عالم الجن، من هذه الأمة، لكن بيض الله بهم وجوه هذه الأمة وأخزى الله بهم الأعداء. نتذكرهم لنعيد شيئا من الدماء في العروق، ولنعيد شيئا من القيم في حياتنا. نتذكر خالد بن الوليد، ذاك الصحابي الجليل الذي كان إذا ذكر ارتعدت فرائص المشركين خوفا ورعبا منه. ذاك الصحابي الذي في يوم مؤته هو من معه 3000 فقط، أوقفوا زحف 200,000 من الأعداء، 3000 فقط يوقفون زحف 200,000، كانوا يريدون مهاجمة المسلمين في المدينة، 3000، ولكن قلوبهم كانت كالجبال، كالجبال لا تخاف إلا من الله جل وعلا. رهبان ليل إذا جن الظلام بهم، كم خاشع دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، قاموا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. هذا الصحابي الجليل خالد في هذه المعركة يقول: لقد تكسرت في يدي 9 أسياف ولم يبق في يدي إلا صفيحة يمانية. 9 أسياف يضرب بالسيف حتى يتكسر فيرمي بي ويأخذ بآخر. وشارك في حروب كثيرة، هزم المرتدين في حروب الردة، وهزم الفرس في بلاد العراق، والروم في بلاد الشام، ومع كل ذلك مات على فراش، لأن الآجال بيد الله. وقال تلك الكلمة المشهورة: لقد لقيت كذا وكذا من البعث، وبحثت عن الشهادة في مظانها، وما بجسدي موضع شبر إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت العير، فلا نامت أعين الجبناء. نتذكر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، ذاك الصحابي الذي كانت تخاف منه شياطين الإنس والجن، كانت ترتعد منه فرائص الأعداء. هذا الصحابي الذي كان يقول للمشركين: والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به، هو الذي حطم دولة الفرس
في معركة القادسية وأنهى وجودها، ولذلك إلى الآن يحقدون على الفاروق أكثر من حقدهم على أي مخلوق آخر. هذا الصحابي هو الذي فتح بيت المقدس في عهده، حين جاء الفاروق يحمل مفاتيح بيت المقدس ويردد تلك الكلمة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نتذكر من جاء بعدهم من أمثال صلاح الدين الأيوبي، هذا الذي عزم ألا يهدأ له بال وألا يهنأ بعيش حتى يحرر المسجد الأقصى من أيدي الصليبيين، فحقق الله له أمنيته. رجال حين نتذكرهم نعيد شيئا من الذكرى وشيئا من ذاك التاريخ، لعله أن يجدد دماء الأمة ويتذكر هؤلاء الرجال الذين خرجوا من رحم هذه الأمة. وليس بعزيز على الله تعالى أن يهيئ من بين الأمة من يقودها لتحرير المسجد الأقصى وإرغام أنوف اليهود الغاصبين. علينا أن نتذكر أن الله جل وعلا يبشرنا في سورة الإسراء أن اليهود متى ما اشتد فسادهم وعظم طغيانهم فهذه بداية نهايتهم، كما قال جل وعلا: وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، ثم ذكر الحالة الأولى ثم الحالة الثانية ثم ختم بقوله: وإن عدتم عدنا. فنتفاءل كلما عظم شر اليهود أن نهايتهم قد قربت، ثم نتفاءل بما أخبرنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام أن المسلمين سيقاتلون اليهود فيقتلونهم، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينطق الشجر والحجر ويقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يعجل بخلاص المسجد الأقصى من يد اليهود الغاصبين، وأن يعيده لحضن هذه الأمة الإسلامية. اللهم أبرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم رد عنا وعن المسلمين وعن الأقصى كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين، يا قوي يا متين. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس المبارك، نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله.